الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، طبعا يا جماعة في الحلقة الماضية طبعا عارفين أنتم اللي حصل، يعني ما حاضرين نعمش. طيب مزمي الفقيري يعني بدعي أنه عالم وأنه كذا وكذا، سألنا مسألة في مسألة فقهية ومسألة في الميراث ما قدر يجاوب عليها، وبتحدى أسي الآن يقوم يجاوب عليها، ما حاجة عادية، بدعي بأنه عالم. طيب يا مزمن، أنا داير تجاوب على المسألتين دي اللي كان ذكرتهم لك هنا، بعد ده تديني فرصة نناقشها. تفضل. المسألة الأولى، أول يا جماعة، يا أخي الكتب دي ما فيها بسملة؟ الكتب دي ما فيها بسملة نهائيا؟ بجوز لك كونها يعني تحطها في الورقة؟ ده سؤال يا جماعة. بجوز؟ يا أخي ما بجوز يا أخي، دي فيها بسملة، وأنت بتعرف المحل ده طاهر أم متنجس؟ يا أخي لا يجوز يا أخي، ما تحط الكتب دي في الوطاء ولا حاجة. أنا عندي مسألتين يا جماعة، داير نطرح المسألة، المسألة الأولى، ما طاهر، دي فيها بسملة يا أخي، خلاص. أول حاجة يا أخي الهدوء، عندي مسألتين مش كده؟ مزمل الفقيري قلت له يا هلك هالك، بمعنى مات رجل وترك، بس انا بعد المسالتين دل لو جاوب اداني فرصه والله يناقش معايا لغروب الشمس، لكن لو انا ما بجايب مشكلته ما بجايب. يا اخي هلك هالك يا مزمل، يا اخي انت مزمل ده دول بدافع عن التوحيد، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الملف بالسيده صفيه، هلك هالك او مات رجل ترك امراه زوجه وترك جد وترك ام وترك اخو الشقيقة، اثنين قلنا مزمل الفقيري ما كده، كيف يا زول؟ خلاص خليه يحل المسألة دي، مش هو عالم يحل المسألة. مات رجل ترك زوجة يا مزمل، اثنين جد، ثلاثة اخو الشقيقة، اربعة ام. قلنا يا جماعة زول كان يبصر ويسمع واعمى وعمي، هل يجوز يكون امام؟ بس المسألتين دي اللي كان جاوب انا بجي شنو؟ بناقش معه، لأن إذا كان طرح مسائل ما بيحل، بتكلم في المسائل دي وما بيحل المسائل، أنا عارف. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أول كذبة، صوفي ده أكذب صوفينا قابلنا، بس فاتك اللي اسمه عبد الواحد ده، أنت كذاب رقم اثنين. أول كذبة قالها، ما أنا ببدأ لك كلامك من البداية، بعد ذاك نجي لمسائلك وحاجاتك. أول كذبة قالها، قال مزمل الفقيري قال إنه شنو؟ عالم، عشان كده قال ندي مساله في الميراث حله. انا حصل قلت عالم؟ لا. كذاب ولا ما كذاب؟ كذاب. انت صوفي كذاب ومحتال، ده اول نقطه نثبتها، عرفتها؟ هسه انا بكررك الكلام ده ثاني، بكررك النقطه دي ثاني. انا والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه ما عالم، ولا بشبه العلماء ذاته، بس بحبهم وبسمع بيهم وبسمع عليهم وبتعلم منهم. في حاجه؟ في غلطنا؟ واتمنى اكون لما نموت اطلب العلم، لما نموت وكل الطلبه دي نتمنى لهم الخير. ده ما في حاجه، ما في حصل زول من اخواننا، خلي انا ما في حصل زول من اخواننا ديل قال انا عالم، ولو واحد منهم قال عالم بنرد عليه ونعمل ركن رد على اخونا ذاته، عرفت الحته دي انت؟ ده انت لابد تفهم يا صوفي، انت لابد تفهم، قلل اكل الدغمه شويه عشان راسك يتفتح تفهم، عرفتها؟ طيب ده واحد، دي ما بتاعت الصوفيه. نمره اثنين، قال الواطدي النجيسه، عرفت كيف؟ قال الكتب ما يخطوها تعب. الواطدي طاهرة طاهرة، أديك الدليل، داير الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص شوف زول يقول لك قال رسول الله ما يسكت، ويجي يتهمنا نحن يقول ما بنحترم الرسول صلى الله عليه وسلم، يا كذاب يا محتال. أنت لو بتحترم الرسول لما يقول لك قال رسول الله المفروض تخليش، لو بتاكل تقيف تاكل السم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حديثه صحيح ولا ما صحيح؟ واضح ولا ما واضح؟ واضح. يعني الآن لو ما في مسجد ممكن نصلي هنا ولا ما ممكن؟ ممكن نصلي يا صوفي، عرفت؟ إلا إنت مش يصلي في الشكنيبة ولا طير أي حتة، نحن بنصلي هنا، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت، قال أعطيت خمسا، دي بداية الحديث، رواه من الحديث؟ البخاري، تفاضي من الشكينيبة، رواه البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا
لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي. وذكر أشياء أربعة، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهورة تتطهر منها إذا ما في موية، تتيمم منها، عرفتها؟ وتصلي فوقها، تصلي وتخوت نخرتك دي أصوفي التراب ده طيب، عرفتها؟ والأصل في الأشياء الطهارة ما لم يجي، مش عفوا، الأصل بقى ما كان على ما شنو يا جماعة؟ على ما كان. الأصل بقى ما كان على ما كان، ده قدامي طاهر. ما بقول زي الفقه بتاع الصوفية، فقه بليد، ما الفقه بتاع الإسلام، فقه بتاع الصوفية. أنت عارف ده بيدرسوا الفقه كيف؟ أنت عارف بيدرسوا كيف؟ أنا زمان يا دوب لسه ما عرفت المنهج الصحيح، منهج أهل السنة والجماعة، في مسجد بتاع تجانية، بس بقيت أحب الدين، كنت ألاعب كورة. بعد ذاك بقيت أحب الدين، خلينا الشغلة دي بقينا بتاع الدين. مشيت أول حاجة مشيت مسجد تجاني، قلت تجاني زي ده قاعد، ما قال وزلي عمة 5 متر، والله على والله على ما أقول شهيد. بيدرس قال بعد البول، بول الموية في الحمام تتطهر كيف؟ يا أخي ده حيرني لك ذاته. والله العظيم جت، وقال تنط تنط كده جوا الحمام، قال لأنه في باقي بول بينزل من الكلى. يا ناس ده بول ولا جمباز؟ قال تنط جوا، تنط تاخذ لك 3 نطات. أنا طبعًا ما أعرف حاجة، زول من كورة وغنى وبتاع، جيت للدين وخشيت غلط في البداية، يا هو لميت في نوع ده. بقيت أخش أنط وأعمل، الجماعة بيأذنوا ويغيموا الصلاة، أطلع ألقى قال السلام عليكم والسلام عليكم. ده الدين والمنهج الباطل بتاع الصوفية دي، عرفتها؟ دي مسألة. المسألة البعدية قال أنا بسألك مسألة في الميراث وما جاوبتني، الله أعلم. روى البخاري في الصحيح، أفهم أنت لو بتفهم، روى البخاري في الصحيح عن جابر أن رجلا عفوا أتى إلى جابر بن عبد الله وقد أفتى الرجل فتوى باطلة، رجل ما من الصحابة، أفتى فتوى باطلة، فقال جابر يا أحمق يا أحمق، إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. من العلم، من علمك أنت ودلالة على أنت ذول متعلم، إنك تقول للحاجة اللي ما تعلم شنو؟ الله أعلم. الصوفي من زمان دارني أقول الله أعلم عشان يعمل جوطة، الله أعلم. أديك تاني، الإمام مالك جاء الرجل وحكاه الشيخ الفوزان، الشيخ العلامة الفوزان، أنت ما بتقدر عليه، شيخ العلامة الفوزان حكى القصة دي في شرحه لكتاب التوحيد. قال في رجل سافر من أهله 4 أو 6 شهور، راكب الناقة بتاعته جاري 6 شهور، أهله أدوا 4 أسئلة وقيل 40 4 أسئلة للإمام مالك. سافر وصل المدينة 6 شهور جاري، وصل لقى الإمام مالك قال لي أنا سافرت 6 شهور وحرجع 6 شهور، عندي 4 أسئلة أو 6 أسئلة من أهلي. قال لي هاتي الأولى، جاب له وقال الله أعلم، دمنه الإمام مالك. قال هات الثانية، قال الله أعلم. الرابعة، قال الله أعلم. الرجل استغرب، أتيتك منذ 6 أشهر وتقول الله أعلم؟ الإمام مالك قال له اصعد، اصعد إلى فوق ذلك الجبل من جبال المدينة، أطلع فوق وقل. قال الإمام مالك لا أدري، سمع المدينة كلها. ليه؟ لأنه ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. وربنا قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لكن ده الكلام ده ما يفهم، ده ما بيفهموا. عرفت ليه ما بتفهموا؟ لأنه أنت نتك جاي إنه تنجر لك سؤال عشان المتحدث يقول لك الله أعلم عشان تضحك فيه. أضحك لما تنشرط، نحن عندنا توحيد بنبلغه للناس، والتوحيد ده أفهم أفهم، التوحيد ده كتب دي بجيك لها والله، لا تقوم جاري في هنا، في هنا في واحد ركب فوق الحمار جوا هنا، انا بطلع عليك الليله عشان انجمك. في واحد هنا ده بيعمل عمايل وسخه جدا، عرفت كلامي؟ مين كده خرطقت ما بسويها هنا جوا قاعده، بس اصبر لي. النبي عليه الصلاه والسلام ها النهي دقيقه بس نشوقه شويه. النبي صلى الله عليه وسلم هاي دقيقه بنديك النبي صلى الله عليه وسلم ها ها طيرت الحديث من رضي الله. طلع اطلع عبد الوهاب جيب دي صفحة كم هاي شفت دي اصوفي لو قريتها هسه بنجمع شيلي من اخواننا دي
نديك حق الحليب والباسطة بس اقرا الكرامة دي انت ده كلام كك والله كلام كعب مرة واحدة جيبه طيب تقرا تقدر تقرا دي اول بيقدر لا تقرا انت تفضل ده ما حقك ده ما كتاب ابوك الشيخ ما قدر تقراه انت ما قدر تقراه لا انت بتقراه خلاص بقراه طيب نقرا لكم القصه قال ومنهم من اولياء الصوفيه ده كتاب الطبقات الكبرى للشعراء عرفته وطبقات وضيف الله شفوه من ده يعني على الفكره بتاعته وضيف الله عمل على كتاب الشعراني ده والشعراني ده مدح البرعي قالوا سيدي الشعراني الناشر لعلم الله ده سيد البرعي وده قال رضي الله عنه أجمعين يلا نشوف الشعراني ده انت تورطت الليلة الشعراني قال من الأولياء منهم سيدي علي وحيش ده وحشي كبير جدا وزخ صوفي وزخ تقدر تفتح بلاق امشي افتح بلاق علي وحيش وزخ صوفي وزخ اوريك وزخ ليه اسمع قال شنو قال من مجاذيب النجارية تعرفوا الطريقة اللي بتاعت المجاذيب في الذكر بيقولوا كلام كمرة واحدة قالوا لأنه لو ما نبذوا وشتموا وأساءوا وقالوا حياة كعبة قالوا الإيمان بتاعهم عالي قالوا بطيروا عشان ينقصوا لابد يقولوا حياة كعبة دي منا أها فيها شنو ما هو ده الكتاب تقال لك بتكلم من راسي عرفته قال وكان علي وحيش إذا رأى شيخ بلد طب ما حيقدر ينكره لأنه قال رضي الله عنه تورطته إذا رأى ثاني قال شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمارة حمارة انتاية لقى شيخ بعيلة انتاية ولا ذكر لقى انتاية يقوم بنزل الزول الراكبة حتى لو شيخ بلد وزعيم قبيلة يا عفن ما انت ده انت ما تابع له لكن طيب أو غيره ينزله من على الحمارة ويقول له أمسك رأسها حتى أفعل فيها والله هو ده عرفت ابا يقرا ليه؟ وده كله كده ده كله كده الكلام ده عرفت كلامي؟ ده الدين بتاع الصوفيه عشان كده احنا بنقول ما تودي مرتك لشيخ شيخ ما تودي مرتك لشيخ عرفت كلامي؟ لانه ده الحمير حمير معاهم ما تودي مرتك لشيخ يا ناس ولا تودي اختك لشيخ يرغليها شيخ بس شيخ ما تودي له ها؟ بعد ده انا ما بفسر انت شنو؟ هاي ما تقصر طيب تاني عنده حاجة وقالها؟ ما في حاجة وكل مرة بتعيد نفس موضوعك ما كل مرة بتعيد نفس الموضوع طيب فرصة مفتوحة للجميع فرصة مفتوحة للجميع عرفتها؟ فرصة مفتوحة للجميع فرصة مفتوحة للجميع جزاك الله خير فرصة مفتوحة للجميع اديناك فرص كثيرة ما عندك حاجة فرصة مفتوحة للجميع تفضل تفضل فرصة مفتوحة طيب في سؤال هنا قال ناخذ سؤال ده اللي بيسب الصحابة اطلع برا اطلع برا طيب قال في كلية الهندسة يوجد داعية سلفي على الجادة يسمى مين ما اعرفه الى اخره اسمعوا للعلماء طيب قال كيف اطلب العلم الشرعي وما هو منهج محمد عبد الكريم محمد عبد الكريم السروري مبتدع انا ناظرته بدري بفضل الله عز وجل جوا بيته وانكشفت الحقيقة والمناظرة موجودة في اليوتيوب لمن اراد الرجوع انسان ضال منحرف منهج سروري وهو منهج التكفير ومنهج الخوارج والليلة بالمناسبة الناس داعش الخوارج هؤلاء قتلوا 10 من إخواننا السلفيين نحسبهم الله حسيبهم في ليبيا الليلة في منطقة أجدابية وزبحوا منهم بعضهم ضبحوهم قطعوا لهم رقابهم دي الناس داعش لكن ناس قناة الجزيرة والمرضانين دي ما بجيبوا الكلام ده كلام ده الحقائق دي ما بجيبوها عشان اوريكم انه الاخوان المسلمين ديل كان سموهم داعش ولا سموهم جبهه النصره اعداء للدين وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الخوارج لانه ديل الخوارج قال يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان طيب ما هي اشكالات محمد عبد الكريم يكفر الحكام يدعو الى الخروج على الحكام وما يدعو الى توحيد الله سبحانه وتعالى ويحارب دعاة التوحيد المخلصين وإشكالات خالد عبد اللطيف ده حزبي مع أنصار السنة مع المركز العام وده الأخوان مسلمين شيوخهم ده الأخوان مسلمين معروفين والعلماء أفتوا فيهم طيب هنا سؤال قال حكم التقديم إلى ما يسمى باللوتري أو العمل في أمريكا
قال الشيخ العثيمين رحمه الله إن السفر إلى بلاد الكفار حرام، ده الأصل كده. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا في طلبة بيقبلوا ما شاء الله المسلمين الطيبين، لكن في أقلية كده علمانين مما تقول له، قال رسول الله يسخر يضحك، ده النبي صلى الله عليه وسلم، والله عجبنا وكلامه فوق راسنا. عجبك يا علماني ولا ما عجبك، تتغاز تتهرد تموت، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا قال عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، ده كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى ناراهما، يعني كناية عن بعد المسلم من شنو؟ المشرك، لا بد يكون بعيد ما يمشي بلده. العلماء قالوا إلا إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة، كيف؟ مثل تلقي علاج لا يوجد في البلاد الإسلامية، قال لك في ألمانيا في أركب مش، لكن لابد يتوفر فيك شروط، إنه يكون عندك علم يقيك من الشبهات، لأن الكفار دينا شبهات. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل شنو؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب، ليه قال له كده؟ لأنه دينا شبهات، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى يوحد الله، عرفته؟ وأن يكون عند الإنسان المسافر لأمر ضروري زي علاج زي علم يحتاج له المسلمين وما موجود في بلاد المسلمين ويحتاج له المسلمين، عرفته؟ قالوا يكون عنده إيمان وتقوى تقيم شنو؟ من الشهوات، لأنه بلدهم ديك بلد شهوات. دي ضوابط وضعها العلماء، مسألة منظمة، والدين الإسلامي مسألة دقيقة جدا جدا جدا، ده الدين. ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قبل أنا برد على الصوفي، الناس قالوا يقروا الكرامة الحديث ما قلناه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أول حاجة تعلم الناس التوحيد، عشان أنت ما تيجي تكذب وتقول بسألكم في الميراث بسألكم في الوضو، قبل الوضو قبل الصلاة وقبل الميراث وقبل الزكاة وقبل الحج، قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. لكن الصوفية بيكرهوا التوحيد، بيكرهوا عمى، عشان كده الخنجر والياغوت جابوهم في التلفزيون عملوا لهم برطعة وما عملت أي حاجة بفضل الله عز وجل، قالوا ما دايرين التوحيد في مقرر سنة سادسة وسنة كم؟ ثالثة وسادسة، ما دايرين توحيد ولا بد يحذفوه، قال يحذفوا التوحيد. أحذفوا المقرر كله يا صوفية، كله تشت بالرياضيات شيلوها برا. القرآن موجود ولا ما موجود؟ موجود، ده ما بتقدر تحذفوه. والقرآن كله توحيد كما قال ابن القيم رحمه الله. وربنا قال عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ده ما بتقدر تحذفه يا خنجر ويا صوفي ويا مجرم، ده ما بتقدر تحذف. قرآن كله توحيد، طالما موجود القرآن التوحيد فيه. وبنعلمه للناس، يا أيها الناس ضرب مثل، صوفي نلقاه دار يدعو الشيخ في القبة طوالي بنتلو له الآية دي وغيرها من الآيات، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. شفت كيف؟ تاني ما سيدعو نقول لك، قال الله تعالى في القرآن الكريم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وغيره من الآيات، عرفت كيف؟ دار يتبرك نقول لك أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، لأن اللات بقراءة اللات بالتشديد العلماء قالوا مقصود بها الرجل الكان بيلت السويق، واللات بالتخفيف مقصود بها الحجر الكان بيصنع فيه الرجل السويق، لأن المشركين كان بيتبركوا بالحجر، فبقراءة التخفيف اللات يعني حرمة التبرك بالحجارة والقبور وما شاكلها من القباب والأضرحة. نقرأ له الآية دي، تمشوا وين انتوا؟ قرآن موجود، دار تحذف التوحيد من مغرسة نساتسة، قرآن موجود محفوظ بننجمكم به. أي صوفي يتنجم، عرفته؟ وانت دول تلميذ ساكت شيخ وتنجم هنا ولا ما تنجم؟ السنة اللي فاتت والله أنا اليوم ذاك ما أعرف في مناظرة، والله ما أعرف أبدا، ركن زي ده جيت وما شايل لي ورقة، هنا كتاب ما شايل،
جاه شايل شوالين بتاعت كتب كالحماري يحمل اسفاره، ها عرفت كيف؟ شايل شوالين بتاعين كتب. قال ابن تيميه جيب الكتاب، جاء النبي ابن تيميه. قال ابن الغيم ارفع كده ابن الغيم، جاء النبي الكتاب شايله لحد ما طلعوا دار يفلق، وثاني يوم جينا فلقوني بالحجار. صوفي ديل ذاته ديل ذاته، عرفت كلامي؟ ناس مجارمه، انت ما بتقدر تحاج الحجه بالحجه. الليله دي واحد ضرب لي قال انا ود الشيخ منو مصطفى اللمين، قال لي داير مناظره، قلت له مرحب. قال لي حاجر ولا شنو؟ حاحجز مسجد النور بتاع عمر البشير، قلت له مرحبتين وانا عارفه ما بيجي. تاني ضرب لي قال لي بقينا قاعه، قلت له مرحب نجيب بشيل 2000 ولا 3. تاني ضرب لي قال لي بشيل 10 انفار، قلت له ده زقاق دي ما قاعه، عرفتها؟ عرفتها؟ برضه قلنا له ما في مشكله، بس صدقه وتعال باذن الله تنجغم انت والمعاك، عرفت كلامي؟ لانه ما عندك حاجه، انت ما عندك حجه، انت داير الناس يعبدوا الشيخ ونحن دايرين الناس يعبدوا الله، بنستوي معاك؟ ما بنستوي معاك. ودي الكتب الصوفيه كلها، برعي ده من اجرم خلق الله، قال دعني، وده الكتاب، دعني اصاحب سادتي واماشي رغم دوما على رغم الحسود الواشي، وازورهم دوما طالبا بركاتهم، وانا لديهم خاشي، ما مسني سوء وجئت رحابهم الا وعني ذاهب متلاشي. وربنا قال شنو؟ اللي بيزيل السوء منو؟ الشيوخ ولا الله؟ الله ربنا قال امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ده البرعي قال ما مسني سوء وجئت رحابهم الا وعني ذاهب متلاشي، هم عدتي عند الشدائد كلها، هم موئل يروي لكل عطاش. شرك، شرك اكبر وكفر مخرج من الاسلام. ده الدين بتاع الصوفيه. فرصه مفتوحه للاسئله، وفرصه مفتوحه للجميع.